الحوار بتاع الاستاذ عبد الرحيم وحضرتك يعني كان بيدعوني لل ان انا يعني اولا اشكرك على الكلام الرائع ده وعلى الشخصيه الرائعه اللي تتحدث بشكل الحقيقه يعكس يعني حجم من المعرفه وحجم من الرقي الفكري والثقافي. نعم. واقول له عايز اقول لك ايه، جهز اللي انت عايزه وانا معاك يا فندم. يعني الف شكر والله، دي ثقتنا في حضرتك ودي ثقتنا في رؤيتك. اسمع، انا يعني كان في دايما اولويات للدوله تجاه قضاياها، والاعلام والثقافه والفنون لها اولويه متقدمه، ولكن دايما يعني مش كل حاجه بنقدر نفكر فيها بنقدر نصل فيها الى النتائج المرجوه. الدوله كده، الدوله بتاخد سنين كتير قبل ما تتجاوز تحدياتها، وتفضل برضو التحديات قائمه اخرى، تحديات اخرى، والدوله تتغلب عليها وتيجي تحديات اخرى وهكذا. الدنيا كده. لكن انا يعني لفت نظري الحوار وكلامك عن تجديد الخطاب الروحي بدل فكره الخطاب الديني، ويبقى في حاجه بتتكلم عن التاريخ ويمكن تدمجه بفكره معينه. انا عايز اقول لك انا داعم لك في عمل على مستوى الدوله، سواء داخل مصر، والناس كمان تراه بشكل يعني دايما يعني الناس اللي بتشتغل في اي مهنه بتبقى طبعا بتستهدف الربح، وده امر طبيعي. لكن احيانا لما يكون في قضيه انت بتستهدف ان قضيتك دي تطرحها على الناس، قد يتوارى فكره الربح شويه. فانا مش هطلب من المفكرين والمستقدمين والكتاب وحتى المنتجين وحتى المخرجين ان هم يتولوا قضايا قد يكون تناولهم فيها يعني قد لا يحقق الصح. مع تقديري ان اي عمل فني راقي مهما كان درجه يعني رقيه، انما يقدر من خلال مهاره المشاركين فيه يدعو الناس ان هي تتفرج عليه. لكن اذا كانت حتى التكلفه الماليه والربح هيبقى عائق قدام عمل زي كده، انا بقول لك دلوقتي اهو، وطبعا كل الناس سامعاني والاستاذه عزه شاهد عليا، يعني وانا بشكر حضرتك، وهو ده عشمنا ودي الرؤيه اللي احنا مستنيينها، وانا نفسي كده يعني حسيت بالفخر، وجزء كبير من ثقتي ببلدي وبنفسي زاد، ومستعد اعمل العمل ده مجانا فعلا، لانه هبقى مكسبي اكبر بكتير من اي اجر تاني. شكرا يا فندم. لا طبعا احنا مش عارفين، ما فيش حاجه يعني احنا ما بنطلبش، يعني مش بنطلب مجانا ولا حاجه. انا بتكلم عشان يعني عايز اقول لك ايه، يعني انا الكلام ده وجهت بيه من سنين والله. صحيح. ايوه يمكن اول مره اتكلمت فيه في الترشح، والفنانين بعضهم فهمني ان انا يعني عايز احجب الابداع يعني، لكن انا مش اقصد كده. كنت سيادتك بتتكلم فيه يسرى واحمد السقا. ايوه اتفضل. قضايانا كتير، والقضايا الكتير تناولها مهم قوي، لان احنا قضيتنا قضيه وعي، حتى في الوعي الديني اللي انت بتتكلم عليه. صحيح. او اللي احنا بنتكلم عليه. صحيح. والفكره التعبيرات الجميله اللي انت قلتها وذكرتها دلوقتي عن بيلبسوا لبسنا وبيتكلموا كلام، ايوه هم عادي. وهم عادي، فطبعا واحنا ناس بساط بنحب ربنا، فاي حد ممكن يعني ياخدنا في الاتجاه ده. لكن لو في كتاب موهوبين زي حضرتك ان شاء الله، واخرين انا ممكن ما اعرفهمش قوي، تصدوا ده وكتبوا، انا بقول من دلوقتي اهو ده الدعم، دعمي لهذا الموضوع وللابداع، هتجده ضخم جدا. انا مجهز له كويس، انا مجهز للدعم كويس، الدعم ده مش الدعم التاني. ايوه ايوه احنا عايزين الدعم ده. الله الله الله. سواء سينما او دراما يا ست رايس. احلى خبر يعني يا فندم والله. الدعم ده طبعا. دعم في اي مجال. عايز اقول لك لا طبعا انا مش بطلب منك انك تعمل حاجه مجانا، لا طبعا. ليه؟ لان بلدنا لا طبعا انا مش بطلب منك كده، لكن بطلب منك انك انت تبقى مستعد انك تعمل عمل
يعني تحشد فيه كل الموهبه وكل الفهم وتجهزه وتشوف كمان من زمايلك في المجالات المختلفه سواء كانوا مخرجين او كلام هذا القبيل والعمل ده يخرج في اسرع وقت ممكن. وبالمناسبه انا بقول تاني انتوا تعرفوا بعضكم. ايوه فن تعرفوا الموهبه الحقيقيه. ايوه فن من يعني الموهبه الحقيقيه مش عايز الكلام. وعندنا مواهب كتيره والله يا فندم جدا جدا في شتى المجالات. انا تاني بقول اهو، واولا انا بحييك شكرا على فهمك ووعيك وثقافتك، وبقول لك تاني انا داعم لاي عمل فني في المجال اللي احنا بنتكلم فيه، هو بناء الوعي الحقيقي بما فيه الوعي الديني. ايوه ان شئت انك تسميه وعي ديني انا يعني مش هخش معاك في نقاش يعني الخطاب تطوير الخطاب الديني او تطوير الخطاب الروحي، مش هخش في القضيه دي دلوقتي معاك يعني. لكن القضيه كلها القضايا كتير الموجوده، واحنا همنا ان احنا نحصن ابنائنا وبناتنا شبابنا الصغير والكبير ويبقوا فاهمين كويس قوي الدنيا حوالينهم عامله ازاي.